فقرة جدا جدا مميزة. أهلا وسهلا فيك سيد جمال النقبي، حضرتك ناشط اجتماعي ومن أصحاب الهمم، والسيدة دانا رح تساعدنا على ترجمة لغة الإشارة. موضوع حلقتنا اليوم كان عن مشاكل الأذن، وكنت حابة أعرف حضرتك أنت تشخصت بمشكلة فقدان السمع، هل عن صغر أو خلقي أو بعدين عن كبر اكتسبته؟ في البداية هو انولد طفل طبيعي ما عنده أي مشاكل، بعد مرور سنة تعرض لوعكة صحية، صار عنده ارتفاع درجة حرارة ومن خلالها فقد السمع، وهذا طبعا إشي نصيب من ربنا ولا اعتراض عليه. بعد هيك كبر وصار وصل لمرحلة إنه يدخل في التعليم، فكانوا يدوروا على مدرسة يقدروا يدخلوا فيها، لقوا مدرسة بالشارقة، مدرسة خاصة للصم، وقعد فيها لمدة 10 سنوات. أوكي، واللي عرفته كمان سيد جمال إنه حضرتك كملت علمك ودرست اللغة الإنجليزية وحتى درست أطفال عندهم هالمشكلة بعدين، صحيح؟ نعم صحيح الموضوع هذا. تقريبا في 2005 انضم لنادي الثقة، وبعد ما خلص طبعا دراسته بمدرسة الشارقة ب 1989 كان بدرس، بعديها خلص دراسته لمدة 10 سنين، رجع وفكر إنه بده يسافر لأمريكا عشان يتعلم أكثر اللغة الإنجليزية وتعرف على ثقافات الصم بالبلدان الثانية، فعجبه الموضوع وحب كيف إنه قدر يتواصل مع ناس تانية من ثقافات بعيدة عن ثقافته. بعدين ب 2005 لما رجع على الإمارات حبي إنه يعطي تجربته للأطفال الموجودين في نادي الثقة، وحب إنه يعلمهم كيف اللغة الإنجليزية وكيف بيقدروا يتواصلوا مع الأشخاص من الثقافات التانية، وكان الموضوع بالنسبة لهم غريب، وقبل تحاول إنه كتير ناس إنهم يعلموهم بس كان صعب لهم، بس لما كان في شخص أصلا مثلهم يعلمهم كان الموضوع كتير سهل وحبوه. فاللغات الحين تختلف ولا هي لغة يعني ولا لغة واحدة بس معينة؟ يعني هل الفرنسي غير عن الإنجليزي ولا الإنجليزي غير عن العربي؟ ففي اختلافات من لغة اختلاف تام بقول لك كتير يعني مختلفة طبعا، بس اللغة العربية أغلبها يعني موحدة، ويعني في اختلاف لهجات بسيط يعني مفهوم يعني بنسبة 90%، يعني 10% اختلاف. يعني بقول لك هي انا المترجم الموجوده مش من نفس بلدي، بس انا فاهم تماما شو هي عم تحكي. لكن هل تعرف اذا تقدر اذا شفت واحد من في الوطن العربي تقدر تفرق من شخص من بلد لبلد ولا اذا تقول في اختلاف لهجات؟ اكيد بقدر يميز، اكيد سهل الموضوع، بس انه اللغات الاجنبيه مختلفه. سيد جمال طبعا انت هلا شخص كثير ناجح واسست عائله وعندك اولاد الله يخلي لك اياهم، كيف كانت كل هالاكسبيرينس عندك، وهل بتعتقد انه المجتمع مستعد للاندماج ولا يتقبل الناس اللي عندهم احتياجات خاصه؟ تمام، سؤال حلو. بقول لك في البدايه عائلته هو اقترح عليهم موضوع انه هو حابب يتزوج، العيله كانت عندها تخوف من موضوع الزواج وكيف بدك تتزوج حدا صم وممكن الموضوع يكون وراثي وياثر على اطفالك، وكان كل العيله يعني متخوفه من الموضوع، وهيك لحد ما ضلوا يقنع فيهم ووافقوا انه يتزوج شخص اصم. تزوج والحمد لله ربنا رزقه باول طفل، وكان الطفل ناطق وما في أي مشكلة الحمد لله، وعرفوا يتعاملوا معه بأكيد بالأساليب الجديدة في التكنولوجيا من خلال الجهاز الرجاج اللي بيستخدموه للطفل، حتى إذا كان الجهاز مش موجود الطفل بتعود إنه أهله من الصم وبيعرف يميزه، إنه مثلا والدي ما رح يفهم علي غير إذا أنا إجيت ناديته أو إذا أنا إجيت أشرت له بدون ما أحكي، والحمد لله هلأ عنده 4 وأمورهم تمام الله يخلي لك اياهم. كيف الاتصال معاهم لما يتكلم معاهم؟ يعني عارفين هم اللغه اللي تتكلمها، من علمهم وراح دروس خصوصيه يتعلمون هالشيء ولا انت لغه الاشاره؟ طبعا هو اكيد الطفل هو عايش مع والده بيقلد ابوه شو عم بيعمل، فطول ما هم عايشين الاطفال مو فاهمين شيء بيسالوه انه بابا، يعني هاي اكيد هو بيعلم. ناشط على السوشيال عامل هالبلاتفورم لا تقدر مشاكل او
أكيد طبعاً هو يعني خصص هاي حب إنه يكون ناشط يعني لحتى يدعم فئة الصم بالذات. أوكي. شو السبب من هذا الإشي؟ لأنه أغلب الأجهزة يعني البرامج اللي بتكون على التلفزيون والأشياء غير مهيئة للأشخاص الصم وما فهو أي إشي يترجمه ويطلع على السوشيال ميديا لحتى توصلهم بطريقة أسهل وأسرع للأشخاص الصم. زين أستاذ جمال الحين نبغيك تعلمنا يعني كلمة عشان إحنا يعني نقدر نستخدمها باللغة اللي تستخدمها، فنبغيك تقول لنا كيف نقول للصحة عنوان؟ للصحة عنوان. عنوان. ونحن بدنا نقول لك شكرا كثير ونحن فخورين انك كنت معنا اليوم. شكرا لكم العفو طبعا. شكرا.